السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحلقة: نار وشرار وجكسار يمشي 120 نار. دعمونا بلايك ودعمونا باشتراك، وسنذهب نرى العميري وهي تقول: أقسم بالله العظيم أنا مش عايزة حاجة، أقسم بالله العظيم أنا المهدي منتظر، أقسم بعز جلالة. بعدما ذهبنا ورأينا العميري ماذا تقول؟ تقول: إنني الإمام الحجة عجل الله فرجه، وهي تشبه نفسها بالإمام صاحب العصر والزمان. يا خسيسة، يا جبانة، يا فاجرة، أحبابي في الله، إنها ليس تونسية ولا محسوبة على تونس، إنها عار على كل فتاة عربية. سأعطيك صفات إنها تقلد الفتاة العراقية بجمالها، وهي لا تلحق شعرة صغيرة من جمال شك فتاة عراقية. سأقول لك صام صخمني، سأعطيكم بعض المواصفات التي ترتديها لتحاول أن تكون هي فتاة عراقية. ترتدي جلابية سعرها 3000 دينار عراقي، وهي صيني وموجودة بالبسطيات وبكل مكان من العراق، وتضع صبغة أظافر لونه وردي هنا، وسعره 500 دينار بالبسطية عند مساعد. وثاني شيء تضع تشقير فلة على شعرها، وهو سعره 1000 دينار أو 1500 فلة عند أبو سعد. فهذه الفتاة تحاول أن تشوه سمعة الفتاة العربية، وتقول بينها وبين نفسها، تقول: أريد أن أكون محط أنظار الشيعة، وتناولوني بالصحف والقنوات التلفزيونية والقنوات اليوتيوبرية لأطش حبيبتي. راح أنطيك شغلات تطشين بيهن وتطلعين هذا الموضوع من بالك، ولا أني الإمام الأوتدن. الله يطيع حظك. فنرجع للهجه العراقيه الحلوه اللي تغزر من تحت. راح اعطي الشغله، لبست لك قلبيه ولبست لك شماغ، اوكي؟ ارد ارجع هيك زمن السيوف، ارد اطلع السيف مالتي واحط عليه سكوب 4، سكوب 8 يصعد ما انت لوحك عدل. الحاصل تريد الطشين نفس اللي جني وطشن بالعراق، جلولي. نرجع نقول جليله، جليله جت حديقه وطشت بالعراق وصارت الفول. اطلع يومين بالكرابه لابس القصير والعطر والشعر واطلع بالشارع: شانكم شباب؟ ضيفونا على الانستغرام. جدي 17 القاوياس بالخاص. ايوه اطلع بالمنصور البس ايش بس قلبيه قصيره بالشارع: حلو شباب ضيفونا على الانستغرام. حبوبتي رقم 55 القاها صديقتك على الفيس. الطشين بس انت ما تجيني تشوهين سمعة، يعني ما اقدر اكمل. انت يعني والله يعني حرامات، انت عربيه، اللهجه العربيه حرامات. سبحان الله سبحان الله. يعني 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 هنا هواي يحكون. هسه اروح اوروبا، مع احتراماتي للمثقفين اوروبا، من تقول انا عربي اوكي يستصغرك، يقول هذا عقله جاهل. اوكي مشايف باوروبا، بعض العالم نتروح لاوروبا يعفون المناطق الحلوه، وهاي ظل يصورون بالبنات اللي لابسه قصير مفتره ويصور بيها من ورا. يعني صدق انا عقله كل شيء ما شايف، فاك حلقه بس يروح يفك حلقه. هذا العقل. انت من ذوله، من جماعه ذوله المطفين، والله هارد طيش ولا العظيم. ان الله يطيع حظك وحظ امك وحظ ابوك، ولو ابوك هو هم دايح وماما هم دايحه. انا حبيت اوصلك فكره، انت بيش بخت فيش بخت بتونس، او بتونس بيهم شيعة ويقدرون يصرخونك بال45، بس انت بيش بخت يعني مو بالعراق. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، يا الا الصعيدين مو فوق السطح. اذا عجبتكم الحلقة خلونا لايك وخلونا اشتراك، ولا حد يحكي على هذا الزي اللابساني، لان والله ضوجتني بالقلبية صورت لها على مود توصل فكرة صح، لأن هي صورت بالقلبية وأنا لازم أرد عليها بالقلبية. وأحبابي في الله، دعونا لايك ودعونا اشتراك. أموت عليكم.